قوي يعني زي اللزوم، المحاضرات كتير، والله المستعان. يعني ربنا يعينكم يا رب ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يكرمك يا حبيبي. نشوف الاناتومي اوف المسلز، زي ما خدنا الجوينتس هنبدا نتكلم على المسلز. العلم اللي بيتكلم عن المسلز اسمه مايولوجي. مايولوجي ذا ساينس كونسيرند ستادينج مسلز. طيب العضلات بتاعتنا ايه وظائفها؟ وظائف الكلام اللي انا هقوله، السلايد دي ودي 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 الموفمنت لحد الكلاسيفيكيشن ده، كل ده بس كده جاست فور ايه؟ فور انفورميشن. يعني احنا عندنا حوالي 8 سلايدز، 8 سلايدز الاولانيين دول مش هيتذاكروا، جاست ان احنا نعرفهم بس كده وخلاص. ايه الوظائف الاساسيه للعضلات؟ البادي موفمنت، الحركه، ووكينج، رانينج، رايتنج، تشيوينج. تشيوينج ده اللي هو المضغ، سوالوينج اللي هي عمليه البلع. طيب لو جينا بعد كده على الفانكشنز الباقيه، من ضمن الوظائف الاساسيه للعضلات الهيت برودكشن، ان هي برايمري سورس اوف البادي هيت. انت نفسك حتى لما بتحس ببرد بتبدا تحرك جسمك، وانس ان انت بدات تتحرك جسمك تلاقي درجه الحراره بتاعتك بدات تظبط على طول. طيب ايفن ديورنج المسل كونتراكشن، ده بيعمل مينتين للبادي تمبريتشر وبيحافظ على درجه الحراره بتاعتك. بادي سبورت والمينتنس اوف البوتشر، هي اللي موقفاك وعامله لك البوتشر بتاعك قادر تمشي على رجليك، ده هي اللي مينتين البوتشر بتاعك. ستابيلايز الجوينت، فاكرين الاستابيليتي بتاع الجوينتس كان من ضمنها ايه؟ من ضمنها قوه العضلات المحيطه بالمفصل. طيب سبورت الفيسرا، الفيسرا دي اللي هي الاحشاء، فهي عضلات البطن اللي بتحمي الاحشاء الداخليه في البطن. ريجوليشن اوف البادي فلويد موفمنتس، سموث ماسل ريجوليت الموفمنتس اوف الاورجان والليمفاتيك والبلد. عارفين اللي هو في الفسيولوجي خدتوا حاجه اسمها فازو كونستريكشن وفازو دايلاتيشن، ده بيتحكم في سريان الدم ودي عباره عن عضلات. البروتكشن اوف الفيسرا زي ما اتفقنا، عضلات البطن بتحافظ على الابدومينال اورجانز. طيب ايه بقى المواصفات اللي موجوده في العضلات ومختلفه عن بقيه الجسم؟ نمره واحد الالكتريكال اكسايتابيلتي، اللي هي لما بديها ستيمولس بتطلع اشاره عصبيه او اشاره كهربيه. تمام؟ طيب النقطه الثانيه الكونتراكتيلتي، لما بديها ستيمولس بيحصل لها كونتراكشن. كونتراكشن انقباض، يعني معناها العضله بتطول ولا بتقصر؟ افتحوا المايكات يا شباب. العضله بتقصر ولا بتطول؟ بتقصر. وبالتالي يبقى انا لما بعمل لها ستيميوليشن ده عباره عن اشاره عصبيه، ده طالعه من الاوتونوميك ولا من السوماتيك نيرفس سيستم؟ تقول لي والله يا دكتور بقى معلش نقطة، دي بناء على ان العضلات دي انهي عضلات؟ هل العضلات بتاعت جسمي اللي بتخليني اتحرك يبقى ده السوماتيك نيرفس سيستم، انما لو العضلات اللي موجودة في البلاد فيزل والعضلات اللي موجودة في الفيسرا، العضلات اللي موجودة في المعدة، العضلات اللي موجودة في الامعاء، العضلات اللي موجودة في البلاد فيزل، كل دي عبارة عن ايه اللي هيتحكم فيها الاوتونوميك نيرفس سيستم زي ما هنشوف دلوقتي. اكستنسبيلتي، عندها استعداد ان هي يحصل لها ستريتش وزاوت ليميت وزين ليميت اسف، يعني اقدر اشدها بتتمط من الاخر. برضو عندها استعداد ان هي ترجع تاني لحجمها بعد ما حصل لها كونتراكشن، قصرت او عمل لها اكستنشن طولت، ترجع لحجمها الطبيعي تاني. في الكلام بتاعنا بقى اللي احنا مهم من اول هنا، كل الكلام اللي فات ان انا افسر لك يعني ايه العضلات ويعني ايه وظائفها، جاست كده برين ستورمنج كده نفهم الكلام معناه ايه. المسلز بتاعتنا بتاع جسمنا بنقسمها لثلاث انواع من العضلات، سموث ماسل، كاردياك ماسل، سكيليتال ماسل. سموث بيسموها بالعربي العضلات الملساء، كاردياك عضله القلب، سكيليتال ده عضلات هيكليه باللغه العربيه. طيب دول ثلاث انواع بتوعنا، تعالى نمسك واحده واحده نتكلم عليها. السموث ماسل،
سموث ماسل دي موجوده فين؟ ها حد عارف السموث ماسل دي موجوده فين؟ عضلات الملساء الامعاء هي موجوده في الاحشاء الداخليه بتاع جسمنا في الوول اوف الانترنال فيسرا زي ما انت قلت الوول اوف الاير واي مش خدته حاجه في الفسيولوجي كده كان اسمها برونكو كونستريكشن وبرونكو دايليتيشن خدتوا الكلمتين دول في السمباثيك والايه والباراسمباثيك البرونكاي دي الشعب الهوائيه دي ممرات الهواء اللي بتدخل الهواء لللنج بتاعتنا لو حصل برونكو كونستريكشن يبقى كميه الهواء هتخش قليله ولا كتير يا شباب قليله ها قليله طب لو حصل برونكو دايليتيشن يبقى كميه الهواء هتبقى كبيره ولذلك المرض الشخص اللي عنده مرض اسمه الازمه بيقول لك ده عنده الربو اللي انتوا بتقولوا عليه بالعربي اسمه الربو هذا الشخص بيعاني من برونكو كونستريكشن بيحصل له برونكو كونستريكشن فبالتالي كميه الهواء اللي بتخش بتبقى قليله فمبقاش عارف ياخد نفسه فانا بعطي له دواء يعمل ايه برونكو دايليتيشن عن طريق ان انا بلعب على السموث ماسل اللي موجوده في الوول اوف الاير واي الوول اوف البلاد فيزل اللي بتعمل فازو كونستريكشن وتعمل فازو دايليتيشن طيب هل اقدر اتحكم في هذه العضلات حد فينا يقدر يتحكم في الاير واي حد فينا يقدر يتحكم في معدته او في امعائه او في الدم بتاعنا ولذلك الكونتراكشن بتاعنا involuntary طب بما ان involuntary يبقى النيرفس سيستم اللي هيتحكم معايا هنا الاوتونوميك ولا السوماتيك اوتونوميك طيب النقطه الثانيه بصوا كده للصوره كده دي الالياف بتاع العضلات دي هل فيها تخطيط يعني فيها خطوط كده يا شباب ولا مفيش فيها اي خطوط تماما ايه الزرقاء اللي ايه الزرقاء اللي في النص دي يا اولاد النواة اسمها ايه بالانجلش العضلات دي غريبه جدا مكونه من الياف عضليه سبندل مغزليه يعني بتبقى رفيعه من الاطراف كده وسنجل واحده وفيها سنترال نيوكلياس هل فيه اي خطوط لا في خطوط فيها هي خطوط يعني ايه بالانجليزي اسمها سترايشن استرايا فمنها كلمه سترايشن وبالتالي العضله دي بنسميها سموث انا سميتها سموث بيكوز اوف ابسنس اوف الاسترايشن النيرف سبلاي زي ما انتوا قلتوا ممتاز يا شباب الاوتونوميك نيرفوس سيستم تعال خد لي خليه واحده اهي الالياف الواحده شكلها سبندل شيب لونج سبندل فيها كم نيوكلياس واحدة ولا أكتر من واحدة كل خلية فيها واحدة بس فالجملة دي مهمة جدا يونين نيوكلييتد يعني أحادية النواة بعيد عن بعض ولا لازقين في بعض زي ما انتوا شايفين ومتشابكين فبنقول عليهم الرينج بندل أور شيتس حزم أو شيت يعني طبقات كده متصله مع بعضها زي الورقه بالظبط كده يبقى ده كده مواصفات السموس ماسل صعبه يا شباب في اي مشكله فيها لا سهل. لا طيب تعالى نيرف سبلاي لو توضح نيرف سبلاي يعني الاعصاب اللي بتغذيها تبقى تبع الاوتونوميك نيرفوس سيستم ولا السوماتيك نيرفوس سيستم بما اني قلت انها لا اراديه يبقى هتبقى تابعه للاوتونوميك نيرفوس سيستم يعني بيغذيها سمباثيك وبارا سمباثيك اللي الدكتور الجندي قاعد يدي محاضرة كاملة عن الكلام ده دكتور طيب. بس ايش يعني سبندل سبندل يعني مغزلية الشكل اللي هو الشكل ده هو اللي هي تبقى مسحوبة من هنا ومن هنا ومن النص بتبقى تخينة كده وتحتوي على النواة في النص تمام كاردياك ماسل بقى عضلة القلب فيها مميزات تخليها اشرحها لوحدها
موجودة فين طبعا؟ عضلة القلب موجودة فين؟ في القلب. يعني مش معقولة هتبقى في الرجل، هتبقى فين؟ في الهارت. عضلة القلب بنقول عليها احنا في الطب مايوكارديوم. مايو يعني عضلة، وكارديوم باللاتين يعني هارت. طيب الكونتراكشن بتاع عضلة القلب فولانتري ولا انفولانتري؟ انفولانتري. ما هو لو كان فولانتري تبقى مصيبة. ليه؟ اي حد فينا يجي له ديبريشن، يتضايق، مش عاجبه الدنيا، مش عاجبه حد، بيحب واحدة او بتحب واحد وبعدين انفصلوا عن بعض، خلاص يقوم موقف قلبه. عشان كده ربنا خلاه ايه؟ انفولانتري، ما حدش فينا يقدر يتحكم فيه. وبالتالي اكمل الكلام، من النيرف سبلاي بتاعه اوتونوميك ولا سوماتيك؟ اوتونوميك. اوتونوميك سمباثيك وبارا سمباثيك. طب الاستريشن موجود بريزنت. ونشوف بقى شكل الخلايا عامل ازاي. بصوا شايفينها عامله ازاي اهي. فين الخطوط؟ شايفين الخطوط اللي ده اهي؟ هتلاقيها مخططه اهي، موجوده. واضحه ولا مش واضحه؟ يبقى في استريشن ولا مفيش؟ طيب النواة دي واحدة اهي، دي واحدة من الخلايا اهي. سلندر يعني ايه؟ اسطوانية. وفيها كم نواة؟ واحدة بس. وقادة واحدة اسطوانية وجواها نواة. ايه الحاجة الغريبة اللي بينهم يا اولاد؟ متشابكة. متشابكة. ما احنا مخططة دي قلناه. التشابك ده كان موجود في السموث ماسل؟ لا لا لا. كان كل لا واحدة منفصلة عن التانية. هنا بقى بيبقوا لونج سلندر والسنجل نيوكلياس يوني نيوكلياتد زي السموث، بس بتختلف عنها انها سترياتد. دي الجملة الاولانية. الجملة التانية انها برانش، بتتشعب وفيوز توجذر تو فورم ذا مايوكارديوم اوف ذا هارت. انتوا عارفين ده ليه؟ ليه التشعب ده يا اولاد؟ بصوا لما تيجي اشاره عصبيه هنا في الحته دي ما تمشي هنا، صح؟ ما تقوم داخله الاشاره العصبيه من هنا ومن هنا وتمشي كده وتمشي كده وتمشي كده. يعني معنى كده ان اي اشاره عصبيه يا اولاد هتتنقل ايه؟ لكل العضله ولا لعضله واحده بس؟ الياف عضليه واحده فقط. عشان كده القلب بينقبض كوحدة كاملة مع بعض. عرفنا ازاي بقى؟ يبقى بينقبض كوحدة act as one unit. والسبب في القصة دي ايه؟ التشابكات اللي انتوا شايفينها دي والفتحات اللي بينهم ده. فعشان كده بنقول arrange the holes or spiral. لما تبص في قلب القلب هتلاقيها لفة حوالين القلب كده، خلاص؟ او ان هي تلاقيها عامله كده وكده وكده زي الايه، الحلزونه، يعني لفه كده وتيجي كده وتيجي كده وتيجي كده وتيجي كده، بحيث ان القلب لما ينقبض ينقبض كله ك وحده واحده. واضحه دي يا شباب؟ لو القلب بتاعنا انقبض على مراحل على مراحل، ده معناه فشل في عضله القلب. انما ربنا خلقه ينقبض ايه؟ act as one يونت. فهمناها؟ اللي انا عايزه من الاناتومي هما الكلمتين دول، وبفسر لكم الكلام على قد ما بقدر. تعالوا بقى للعضلات اللي هي السكيليتال، العضلات بتاعت جسمنا اللي الشباب اللي بيروحوا الجيم عشان يكبروها ويكبروا حجمها والكلام ده. دي ماسكه فين؟ ها؟ من ضمن وظائف البون. ايه يا اولاد فاكرين من ضمن الفانكشنز اوف البونز؟ التحريك. يمسك في العضله. ايوه. بيتحرك ازاي؟ عن طريق انه gives attachment to muscle. ligament او شيء زي كده. صوت راح دكتور. يبقى site ها لازقه في مين؟ attached للسكيلتون. attached للسكيلتون يعني ماسكه في العظام بتاعت الجسم بتاعتنا. الكونتراكشن بنتحكم فيها ولا ما بنتحكمش فيها يا شباب؟ النيرف سبلاي هيبقى ايه بما انها فولانتري؟
سوماتيك. سوماتيك. طب الاستريشن اخبارها ايه؟ بريزنت. موجوده ولا مش موجوده؟ طب امسك لي واحده منهم بس، واحده ماسل فايبر واحده اهي، عباره عن سلندر اسطوانه فيها كم نيوكليس؟ لا فيها كم واحدة؟ اكثر من، انا ماشي على دي كم واحده؟ مالتي نيوكليس. ودي ايه؟ ثلاثه، ودي فيها ثلاثه، يبقى كلمه مالتي نيوكليات. مالتي نيوكليات يعني تحتوي على اكثر من نواه، وده المقارنه اللي بينهم وبين بعض، وده من الاسئله المهمه جدا 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 في الاختبار. يبقى ده الولو في البلاد ديزر وال... نعم يا حبيبي. استريشن يعني الخطوط ده، بص دي مخططه ازاي، وعضله القلب مخططه، انما السموث ماسل ما احنا سميناها سموث ماسل عشان ما فيش فيها التخطيط ده. التخطيط ده يعني على فكره دي حاجه، ده حاجه هتاخدوها في الفسيولوجي فيما بعد وهتعرفوا التخطيط ده سببه ايه. ده عشان العضله تقوم بالوظيفه بتاعتها. ده اوتونوميك نيرفس سيستم، اوتونوميك ده سوماتيك. هنا الاسترايشن ابسنت، هنا موجوده، هنا موجوده. دي انفولانتري، انفولانتري وفولانتري. ده كده الكومباريزون ما بين الثلاث انواع من العضلات اللي موجوده في جسمنا. اي سؤال يا شباب قبل ما انقل؟ دكتور ايش معنى هورس؟ لا واضح كله. اتفضل يا حبيبي. ايش مقصد بهورس؟ معناه يعني اقصد ايه؟ هورس، هورس في الكلب. فين دي؟ حقت القلب. قال انها arranged in horse. Arrange in the myocardium of the heart. Anyway. Myocardium يعني عضلة القلب. ال horse. قال إن horse. horse. إين horse دي ولا؟ شايفة إن اللي جنبه. دكتور سلايد 11 أخذ شيء. سلايد 11. هنا ولا فين؟ horse and spiral. ما إحنا قلنا دي إن الألياف العضلية موجودة في صورة دوامات، يعني لفة، فهي لازم تلف حوالين القلب كده عشان لما تنقبض تعصر القلب. وسبايرال يعني حلزونة، يعني بتبقى جاية من هنا وتلف كده وتلف كده وترجع تلف ورا، فواخدة اتجاهات مختلفة عشان تديني قوة لعضلة القلب. ده معنى كلمة هورلز اند سبايرال، وده مش واضح في الصور دي. نقول تاني يا شباب، دي ايه دي؟ دي عبارة عن ايه اللي انا بأشر عليها دي؟ دي الاسترياشن. مالتي نيوكليتد ولا يوني نيوكليتد؟ يوني نيوكليتد. وده فرق كل خلية مختلفة. دي كمان بقى فيها ميزة كمان ان هي branching and diffuse with each other. وان يونت اللي انا قلتها لكم، الكلمه اللي بيستعملوها في الفسيولوجي ده ايه؟ اكت از وان سين سيتيام. شايفين الكلمه ده ايه؟ ده معناها وان يونت، وحده بنائيه واحده. دكتور معلش بسالت، قول دكتور، هل الكلمات اللي بين قوسين لازم نحفظها كلها ولا؟ لازم تعرفها طبعا. بصوا يا شباب، احنا في الطب الدراسة بتاعتنا كاميولاتيف، يعني متراكمة. ففي البداية بتلاقي الموضوع بتعرف معلومات، وهتلاقي أسئلة أسامي كتيرة ومش عارف إيه والكلام ده. ما تاخد المحاضرة اللي بعدها تلاقي الأمور بقت أسهل، تاخد المحاضرة اللي بعدها تفهمك الحاجات اللي كانت في اللي قبلها، وهكذا. فالموضوع تراكمي، تمام؟ مرة بمرة بتلاقي الأمور. أنت أصلا هتيجي بعد شوية وتقول لنفسك، هو إيه اللي أنا كنت خايف منه ده؟ ده انا كان الموضوع تافه جدا، ده انا كان بالنسبه لي كانه جبل، انما دلوقتي بقى تافه. لما تاخد بعد كده شويه معلومات تانيه هتلاقي الموضوع بقى ابسط ان شاء الله. بس اهم حاجه نذاكر، اهم حاجه نذاكر، لان الموضوع زي ما انتم شايفين مضغوط. سكيليتال ماسلز دي عباره عن الماسلز اللي ماسكه فين بقى يا اولاد؟ ودي اللي تهمني قوي في الاناتومي بقى، ده لعبتي في الاناتومي. ها اللي اتاتشد لمين؟ السكيليتون. وعشان كده ده اسمها. شايفين كمية العضلات عاملة ازاي؟ اكتر من 600 عضلة في جسمك. طيب عندنا حوالي 206 عظام، العظام حوالي 206،
انما العضلات 600 واحده اكثر من 600. موست اوف ذيس ماسل دكتور الصوره واضحه عندي، هل عندكم زي كده ولا؟ فيبقى عندك انت المشكله في النت عندك. Most of these muscles are attached to the bones by tendons, الأوتار. بعض العضلات ماسكة في الجلد. طيب. The skeletal muscle حوالي 40% من وزن جسمك. الجماعة اللي بيروحوا جيم وغويين شوية بتلاقيه بيروح يعمل حاجة اسمها الانبادي. الام بادي ده بيقيس له بقى كميه الدهون وبيقيس له كميه العضلات، فمفروض ان عضلات جسمك تبقى حوالي كام في الميه؟ 40% من وزن جسمك. انا الكلام اللي فات ده كلام كده عام، نخش بقى في الكلام المهم بقى. اي عضله عندنا في الاناتومي، لما اقول بقى اي عضله يبقى انا اقصد مين؟ السكيليتال ماسلز، لان دي اللي احنا مهتمين بيها في الاناتومي. بلاقيها مكونه من الجزء اللي في النص ده، جزء احمر، وبعدين الاطراف دايما بيبقى لونها ابيض شويه. الحته اللي في النص دي بنقول عليها ريد فليشي، بنسميها بيلي اور هيد، ودي اللي احنا بناكلها، اللحمه اللي احنا بناكلها بندور دايما على الحته الحمراء دي. الاطراف دايما بيبقى لونها ابيض، وغالبا بتبقى وايت فايبرس، يا اما يبقى تندون لو هو ملفوف يعني مدور كده وعامل زي الحبل بسميه تندون. لو كان مفلطح زي دي كده اهو، عامل زي الورقه كده، بسميه ابونيروزس. ابونيروزس يبقى اي عضله مكونه من جزئين، ريد فليشي يعني لحمه حمراء، كونتراكتايل هي اللي عندها قدره على الانقباض، بسميها يا شباب بيلي او هيد. طيب الاجزاء الثانيه سواء دي او دي، لو هي راوندد يعني عامله زي الحبل بالظبط كده، بسميها تندون. ريبون لايك يبقى حبل لايك. لو هي فلات بسميها ابونيروزس. اي سؤال في الكلمتين دول لحد دلوقتي يا شباب اخوانا؟ واضح. العضلة بقى دي ماسكة في العظم، مش احنا اتفقنا ان هي بتبقى ماسكة في العظم عن طريق حاجتين، كلمتين مهمين جدا جدا هناخدهم بعد كده كتير قوي قوي قوي، كلمة origin وكلمة insertion. العضلة بتمسك هنا في العظم اهو، ونمشي معاها كده، الجزء ده الاحمر ده اللي احنا سميناه بيلي، دي العضلة دي اللي اسمها الباي. الجماعة اللي بيروح الجيم يقول لك الباي اهي، لانها رأسين، كلمة باي يعني اتنين، لأنها لا تو هيد أو تو بيلي اللي احنا خدناها الوقت. وبعدين الآية راحت بتندون اهوت، راحت تمسك في العظمة اللي اسمها الراديوس. طيب لو الجزء ده هو الأكثر ثباتا فبسميه أوريجين، الأصل بتاع العضلة. طب هذا الجزء هو الأكثر حركة، This is the more mobile part، فبسميه insertion. يبقى كلمة origin معناها الجزء الأكثر ثباتا في إيه؟ في العضلة اللي متصل بالعظام. طب الجزء الأكثر حركة بسميه insertion. إخوانا كلام صعب؟ لا واضح. لما العضلة هتعمل contraction هتقرب مين لمين؟ تقرب الأوريجن للإنسرشن ولا تقرب الإنسرشن للأوريجن؟ ممتاز. زي ما انتم شايفين في الصوره كده، نفس العضله اهي، هتقوم بايه؟ بقرب الانسرشن اوديه للاوريجن، فينتج عنه موفمنت اللي احنا بنقول عليها في اناتومي اكشن. هقول لك ايه الاكشن بتاع هذه العضله. هتقول لي مثلا العضله اللي اسمها البايسبس دي بتعمل فليكشن في الالبو، المفصل اللي اسمه الالبو اهو. طيب انسرشن ممكن يكون بتندن زي العضله ده، ايه دي عضله السمانه، عارفينها ولا مش عارفين سمانه يعني ايه؟ ايوه كابس. ده كده الكف اللي اسمها الكف ماسلز. عضله السمانه بتنتهي بوتر اللي هو بيتسمى باللغه العربيه العرقوب.
احنا بنقول عليه في مصر العرقوب، بنقول عليه كده. فده هنا ده راوند التندون، يبقى العضله دي جايه تعمل انسرشن براوند تندون. طب في بعض العضلات ابونيروزس زي دي، عضلات البطن ده تلاقيها جاء منتهيه بالغشاء اهو، شايفين الغشاء اللي لونه ابيض ده، وهو هنا قصينه، يعني هم قصينه عشان يبين لك العضله اللي بيقولوا عليها الشباب بيقولوا عليها السكس باكس لو انتوا عارفينها، اللي هي دي اهي. فده كده الغشاء الابيض ده اسمه ابونيروزس، العضله بتعمل انسيرشن بيه. ممكن تلاقي العضله بتعمل انسيرشن، ادي عضله وادي اختها بتاع الناحيه الثانيه يتقابلوا في هذا الخط، عاملين زي الكتاب يا اولاد، عارفين زي الكتاب كده لما بيتقابل في الكعب بتاع الكتاب، فبنفس المنظر اهو. ده اسمه رافي، ميديان رافي. يبقى العضلات ممكن تعمل سوري تعمل انسيرشن، يا اما بتندن وتر، يا اما ابونيروزس عباره عن حاجه مفلطحه زي الغشاء، يا اما رافي زي ده اهو اللي هو عامل زي ها زي الكتاب كده. اخواننا في اي سؤال في الكلام اللي قلته ده؟ دكتور ترجم الانسيرشن، هل هي حركه ولا هي جزء؟ لا هي جزء من العضله، يعني بص الحته دي ده الاوريجن، ده المنطقه الاكثر ثباتا في العضله، الحته دي اسمها انسيرشن، يعني هنقول ان العضله بتنطلق من هنا من المنطقه دي وبتسافر الرحله بتاعتها عشان تهبط في هذه الحته، فده الانسيرشن. طب انا ليه ما بقولش ده الاوريجن وبقول ده الانسيرشن؟ بشوف مين فيهم اللي بتحرك اكتر ومين اللي اكثر ثبات. وضحت كده ببساطه؟ يا دكتور ما فهمت اللي هي الابونيروزس. الابونيروزس انت عارف، عارف الوتر ده في رجلك؟ عارفه؟ ايوه. ينفع يبقى في بطنك؟ لا. وضحت؟ فربنا سبحانه وتعالى خلق بديل ليه ان هذا الوتر يتبطط. تخيل بقى عامل زي ورقه الورقه اللي بتطبع عليها كده، يعني بتبقى في قلب بطنك زي الورقه بالظبط اللي هي لونها ابيض ده، شايف الحته دي كده؟ فدي سميناها ابونيروزس، ده حفاظا على الشكل واداء للوظيفه، فربنا سبحانه وتعالى خلى التندون ده يتحول لهذا الشكل. اللي خلفه اللي هو السكيلتون صح؟ فين ده؟ اللي هو نفس العضله، هي العضله اهي، العضله الحمراء دي وعين بتيجي كده تنمل انسيرشن هنا بالخط الاب بالمنطقه البيضة دي، فدي بتبقى عباره عن فايبرس شيت ورقه. هنا النوع ده اسمه رافي، الالياف العضليه جايه بتاع العضله من الناحيه دي والعضله من الناحيه دي ويقابلوا بعض في خط النص كده اهو. خدوا بالكم ده الفك، يعني ده الفك بتاع الفك السفلي بتاعنا، فده كده عضله اللي هي ديت كده موجوده، لما بترفع دقنك لفوق هتلاقي العضله دي موجوده ايه تحت دقنك كده بنفس المنظر ده. طيب ازاي اسمي العضلات في الاناتومي؟ نعم يا حبيبي معلش بس سؤال، الابو هذا فلات فايبرز شيت كيف تشتغل؟ ما فهمت والله. والله انت لما يكون عندك حاجه كده تشد، يبقى العضله لما تشد هنا في المنطقه دي هتعمل ايه في جدار البطن بتاعك؟ يعني ارجع للصوره كده، لما بص كده دي لما تشد كده ودي لما تشد كده يعملوا ايه في جدار البطن؟ يصير صلب. جدار البطن نفسه يصير صلب ليه؟ عشان يحمي الاحشاء الداخليه اللي جوه. وضحت كده؟ مفهوم يا اخوانا؟ اي دكتور، بس هي يعني عباره عن عضلات كلها، كلها عضلات، بطنك كلها عباره عن عضلات، يعني الراوند اي عضل كل هذه عضلات كلها عباره رصه عضلات. شوف كميه العضلات اللي موجوده قد ايه، ده طبقه ودي طبقه ثانيه ودي طبقه ثالثه، وبعدين العضله اللي انتم مشهوره بتاعتكم اللي انتم عارفينها اللي هي السكس باكس اهي كمان، يعني اربع عضلات يمين واربع عضلات يسار، وفي عضله مستخبيه هنا كمان اهي صغيره، يعني كميه عضلات كبيره ومترتبه ومترتبه. لو انتوا بصيتوا للالياف هتلاقوهم عكس بعض، يعني الالياف دي نازله ازاي، الطبقه اللي تحتها الالياف طالعه كده، دي ماشيه بالعرض. عارفين فكره لما تحب تزود القوه بتاع حاجه اعملها بخطوط متعامده على بعضها، فتديك قوه في الاداء بتاعك، فتخلي عضلات بطنك دي
قوية جدا بحيث ان هي تحمي الاحشاء الداخلية اللي موجودة. طيب دكتور ممكن بريك صلاة؟ الساعة كم الوقت يا ولاد؟ ما صليتوش العصر؟ المغرب 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 أذن ولا لسه؟ أذن بس طيب ناخد قد ايه؟ 37 دقيقة يعني نرجع الساعة كم؟ 45؟ ايوه طيب كويس 45 تمام يا دكتور. هو احنا لسنا 11 سلايد استنى 11 سلايد ونخلص فما تطولوش البريك عشان ما كده فخلينا نرجع ب 45 دقيقه بالظبط. يلا سلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب الكلام اللي هقوله ده مجرد يعني ازاي بقى بنسمي، انا كدكتور اناتومي ازاي جي في دماغي اسمي اسامي العضلات. فواحد قال والله انا اسميها بناء على شكلها، لو هي مثلثة، عارفين الدلتا، الدلتا اللي هي بيبقى شكلها مثلث مقلوب، ايوه عارفينها. فلو العضله شكل الدلتا مثلثه كده فبقول عليها دلتويد، لو العضله ترابيز اللي هو عارفين شبه المنحرف فبسميها ترابيزويد، شبه شبه المنحرف، زي عضله عندنا اسمها ترابيزيس، دي عضله اللي هي بتاعه الكتاف اللي الشباب بيقولوا عليها الترابيس لو هما بيروحوا في الجيم. طيب السايز، لو عضله كبيره بسميها ماكسيمس، بسميها مينيمس، بسميها لونجس يعني طويله، بريفس يعني قصيره، يبقى العضله بقول اسمها واقول ماكسيمس. طب حسب مكانها، زي التيمبوراليس، التيمبوراليس دي اللي موجوده على جانبي الدماغ الناحيه دي والناحيه دي، بيكتوراليس ميجور دي موجوده في البيكتورال ريجون اللي هي الصدر، عضله البنش اللي بيقولوا عليها الشباب في الجيم اللي هي العضلتين الكبار اللي في الصدر دول. يبقى انا بسمي العضله يا اما على اساس شكلها، يا اما على السايز بتاعها، يا اما على السايت. طيب ايه كمان؟ الدايركشن، لو عضلة مستقيمة يعني الألياف بتاعتها مستقيمة ومتوازية بسميها ريكتس، لو عضلة ماشية بالعرض في جسمك بسميها ترانزفيرس، لو معوجة ميلة بقول عليها أوبليك. مكانها، فاكرين كلمة ميديال ولاترال؟ ميديال ولاترال عارفينهم؟ يبقى عضلة أقول عليها ميديال والتانية أقول عليها لاترال. طيب ممكن اسميها انترنال واكسترنال، يبقى ده حسب مكانها في الجسم. حسب الاكشن، لو العضله دي بتعمل فليكشن بقول عليها فليكسور، لو بتعمل اكستنشن بسميها اكستنسور، ابدكشن بسميها ابدكتور، ادكشن بسميها ادكتور، بترفع حاجه بسميها ليفيتور، بتنزل حاجه بسميها ديبريسور، وهكذا. دكتور معلش عندي سؤال، هل هذه تضاف الاسماء، تنضاف الاسم ولا يكون هذا اسمها؟ لا بتتضاف للاسم، يعني بيبقى في اسم كبير اسم وبعدين بضيف له الكلمة دي. طيب برضو من ضمن الاسماء دكتور هذه نحفظها ولا خلاص هي؟ لا انا نعرفها، بس عايزكم تعرفوها كمعلومات عامة. أوكي. تمام، اللي هو الكرايتيريا يوزد تو نيم ماسلز دي كلها اعرفوها معلومات عامة بس كده. طب برضو بس بحسب كم رأس، بايسبس الباي اللي هي في الدراع، تو هيدز، التراي اللي هي موجوده ورا في الدراع، عضله الفخذ الكبيره اسمها الكوادريسبس، كوادريسبس. طب الاتاتشمنت، عضله اسمها ستيرنوكيلايدوماستويد، شايفين اسمها بسم الله ما شاء الله، استرنو يعني استرنم، وكيلايدو يعني كلافيكل، وماستويد ده جزء من الجمجمه، الجزء الاولاني ده هو ده الاوريجين بتاعها والانسرشن بتاعها في الماستويد بروسس. يبقى العضله دي اوريجين فروم الاسترنم والكلافيكل وتعمل انسرشن في الماستويد بروسس، عشان كده سميتها استرنو ماستويد. الكلام اللي فات ده اللي هو ازاي بسمي العضله اتفهم؟ مفهوم كده بناء على ايه يا شباب؟ في حاجه فيها صعبه؟ لا يا دكتور واضح ان شاء الله. طيب المهم بقى اللي انا هتكلم فيه دلوقتي بقى، بقسم العضلات حسب ثلاث حاجات، الفورم بتاعتها، شكل العضله لما بشرحها عامل ازاي، الاكشن بتاعها حسب وظيفتها، النمبر اوف الجوينت زي اكت اون، يعني عضله بتشتغل على مفصل واحد، عضله بتشتغل على مفصلين، عضله بتشتغل على اكثر من مفصلين، فده هسمي الاسماء اللي هي كلمة فان F-A-N ده عشان نحفظها، إنما دي ما بتتكتبش في الامتحانات. according للفورم والأكشن والنمبر of joints، أول حاجة according للفورم. بصوا ألياف العضلة عاملة إزاي يا أولاد، شكلها إيه؟ مخططة parallel، هي دي الكلمة اللي أنا عايزها، الألياف بتاع العضلة parallel to each other، parallel to each other.
وبارل الخط اسمه line of bull. يعني ايه line of bull يا اولاد؟ لو انا قلت ان ده الاوريجن وده الانسيرشن، احنا بنقرب مين لمين يا اولاد؟ الانسيرشن. يبقى ده اتجاه الجر، هيبقى كده. ها عارفين في الهندسة وفي الفيزياء يقول لك في line of bull اللي هو الاتجاه بتاع الشد، هيبقى كده. الالياف هتبقى متوازية مع خط الشد ولا عمودية عليه؟ متوازية عمودية عليه. ده لا عمودية يعني تبقى عاملة كده يا حبيب. انا قلت لك خط الشد هيبقى كده والالياف نفسها ماشية كده اهي. يبقى الالياف متوازية مع اللاين اوف بول. ده اول نوع. لقيت عضلة بتبقى زي دي كده رباعية، كلمة كوادر يعني اربعة، عاملة كأنها مربعة اهي زي العضلة الخضرة دي، رباعية الاضلاع كده، رباعية الاضلاع اهي. يبقى دي اسمها كوادريلاترال. العضلة الخضرة دي اسمها ثايروهايويد. ثايروهايويد اسمها كده. اول شكل اسمه كوادريلاترال. تاني شكل اسمه ستراب لايك. ستراب يعني شريط. شايفين العضلة عاملة ازاي؟ زي الشريط كده اهي. ستراب لايك زي عضلة اسمها سارتوريوس. ستراب لايك وستندينيوس انترسيكشنز، دي مهمة قوي اهي. مين دي يا رجالة؟ العضلة بتاعت السيكس باكس. عاملة زي الشريط بس فيها خطوط بالعرض مقسماها، وهي دي اللي بتقسمها للايه؟ للاجزاء، للجزء اللي انتوا بتسموها سيكس باكس والكلام ده. لان ده واحد اهي، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة. الست اجزاء دول اللي بيبانوا في بطن الشخص لما يكون بيلعب رياضة، عشان كده بيسموهم سيكس باكس. دي بتبقى ستراب لايك، هي عامله زي الشريط بس هي فيها ايه الفرق بين دي ودي؟ ان دي فيها ايه؟ الالياف البيضاء اللي ماشيه بالعرض دي بيسموها انتر سيكشنز، تقسيمه. انتر سيكشن بنقول عليها تقسيمه. طيب فيوزي فورم، عضله بتبقى مغزليه الشكل كده. لو بصيت للالياف برضو هتلاقيها متوازيه مع خط الشد. يبقى هنا اول حاجه الياف متوازيه مع خط الشد، quadrilateral, strap-like, strap-like westendinous intersections, fusiform. عايزك دلوقتي تحفظ لي الاربع كلمات دول. اربع كلمات دول. quadrilateral, strap-like, strap-like westendinous intersections, وfusiform. الامثلة نأجلها شوية. يبقى انا هحفظ الاسماء دي بدون امثلة دلوقتي. واضح يا اخوانا؟ ايه دكتور، صار العضله اللي جنب جنب السكس باك دي، العضله مالها؟ ما هي ستراب لايك، هي ستراب اهي شريط. بس ايه الفرق بين لا لا اقصد الصوره اللي بجنب حق السكس دي. ايوه لا فين فين دي؟ دي ستراب لايك دي ولا دي ستراب لايك الحال؟ لا لا اللي بجنب الصوره السكس باك. ايوه انا عارف، انا عايزك تقارن بين دي وبين دي. نفسها نفسها، بس الفرق ان هي من النص هنا مالها؟ منتفخه. منتفخه. فبما انها انتفخت من النص كده فمش قادر اقول هي ستراب لايك بس اتنفخت من النص، فرحت مسميها فيوزي فورم. فيوزي فورم مغزليه زي بتاعه الايه؟ سبندل. فاكر سبندل بتاع السموث ماسل؟ نفس الشكل كده. طيب رومبويد، حد عارف رومبس يعني ايه؟ معين الشكل، عارفين الشكل المعين؟ اهو عضله شكلها معين كده. الحمد لله. يبقى الرومبويد زي ايه؟ المعينه الشكل اهي. ده كده اشكال العضلات. ايه رايكم في الصوره دي؟ دي ايه يا اولاد؟ ممتاز. دي تراب ومعها انترسكشن. طيب دي اللي منتفخه من النص تمام. ديت احنا ما خدناهاش، هناخدها كمان شويه دلوقتي. تمام
الرومبويد مش موجودة. ما لها الرومبويد؟ ما كله معانا. ما هي الصورة بتاعتها اهي. قلتلك ايه؟ ايوه معانا اهية الرومبويد ايه موجودة ايه الشكل بتاعها ده الصورة بتاعتها. طيب هنا بعد كده بقى لقيت عضلات غريبة قوي بقى. بصوا بقى كده مصل ويز بنيت فايبر، كلمة غريبة. بنيت يعني فيذر لايك، حد عارف فيذر يعني ايه؟ ريشة. ممتاز زي الريشة. طيب تعالوا نشوف العضلة دي عاملة ازاي. بصوا كده معايا تلاقي ده خط اهو. العضلة دي لما الاوريجين ده مثلا وده الانسيرشن، لما شد مش هيبقى ده اتجاه الشد صح؟ معايا يا اخوانا؟ الالياف الالياف بالنسبه لاتجاه الشد عامله ايه يا اولاد؟ موازيه ولا عامله زي ريشه هنا؟ ريشه كامله يا اولاد. دي ريشه كامله؟ لا نص. نص ريشه. الله ينور عليك يا حبيبي والله. نص ريشه يعني الالياف موجوده على ناحيه واحده بس بالنسبه للايه؟ للتندون بتاع العضله، الوتر بتاع العضله. فبقول عليها يوني بنيت. يبقى يوني بنيت عبارة عن مجموعة من العضلات الفايبرز بتبقى بنيت يعني أوبليك ميلة لللاين أوف بول وليست موازية لللاين أوف بول. أول نوع يوني بنيت الفايبرز لاي أون وان سايد أوف ذا تندون، الألياف موجودة على ناحية واحدة بس من الوتر. وأنا الأمثلة مش عايزها زي الفليكسور بوليسز لونجس، عضله دي هي اللي بتحرك صباع الصنب اللي هو الابهام بتاع ايدك. طب كده يا اولاد دي ايه؟ ايه الفرق بين دي ودي؟ ها حد شاطر يقول لي يلا. اديك ايوه ده على الجهتين. على الجهتين عندنا في الطب دايما بنقول قايلين كلمه ايه؟ باي. باي بالنيت يبقى الفايبرز لاي اون بوث سايدز اوف ذا تندون زي عضله في الفخذ بتاعنا. يبقى يوني بنيت وباي بنيت. طب الثالثه يا شباب مالتي بنيت، شايفين المنظر الظريف ده؟ ده ايه ده؟ ها حد يوصف لي المنظر؟ انا موز. دي ايه يا اولاد؟ زي الخس يا دكتور. خس خس. ماشي جميل زي الخس. بس ركز معايا بقى كده، دي لوحدها لحالها، دي لحالها شكلها ايه؟ ريش اللي كان اسمها ايه؟ باي بنيت. طب ودي باي بنيت ودي باي بنيت. يبقى باي بنيت فايبرز اتحدوا كلهم مع بعض بنفس المنظر ده فاحنا مسمينها مالتي بنيت. يبقى نيوميرس باي بنيت يونتس ويتش كونفيرج بتتجمع اون تندون اوف ا مسل زي دي، زي عضله الكتف بتاعتنا اللي لف الكتف بتاعنا ده ولا شكلها بيبقى عامل كده. ما هو في واحد قال الموزه، فالموزه دي يا اولاد بصوا اللي هي الحته دي من العضله. كل ما بصوا احنا اتفقنا العضله هنا بيبقى لونها ايه؟ مش اتفقنا لونها احمر؟ احمر احمر. بصوا كل ما تتجهوا ناحيه الوتر بيبدا يخش كميه دهون والياف بيضه، فالناس بتحب المنطقه دي في الاكل على اساس ان الدهون فيها بتخليها طريه شويه. انما اللحمه الحمراء هنا لما بتطبخ بتبقى ناشفه، يعني هو ده الفرق يعني بس مش اكتر يعني. يبقى المالتي بالنيت عباره عن باي بالنيت كتير ومتحدين في وتر واحد اهو. طيب في واحده ظريفه او بقى اسمها سيركم. كلمه سيركم يعني ايه؟ دايره. عارفين البنات ممكن اللي يبقوا عارفين دي، في فرشه بيتغسل بيها الانابيب عارفينها؟ ايوه. خدتوا بالكم هنا؟ الفرشة دي عبارة عن سلك، أو اللي هو السلك اللي في النص، ولو أنا خدت فيها مقطع بالعرض كده هلاقي عبارة عن السلك ده يمثل التندون وطالع منه ألياف في كل اتجاهات في شكل دايرة. واضح شكلها عامل ازاي يا شباب؟ فسمناها سيركم بنيت. الفليشي فايبر كونفيرج اون تندون ويتش از بليسد سنترالي في النص in the axis of the muscle في محور العضل زي عضله في رجلنا كده اسمها تيبيالس انتيرو.
دكتور الأمثلة ما نحفظها صح؟ الأمثلة لا مش عايز الأمثلة. طيب دكتور الوصف حق المكان، الوصف بتاع كل واحدة تعرفه، كل واحدة شكلها عامل ازاي تعرف. يبقى احنا قلنا اول نوع كانت باراليل لللاين اوف بول، النوع الثاني كان اوبليك لللاين اوف بول، وبين قوسين سميناها بينيت. مجموعه ثالثه بقى سخيفه قوي، الالياف ماشيه اوبليك لللاين اوف بول بس مش عامله زي الريشه. شايفين المنظر ده؟ الخط بتاع الشد اهو هيبقى كده، خط الشد عامل كده. الالياف هتلاقيها ماشيه كده مش موازيه ليه، يعني بتيجي الالياف هنا وتعمل عليه كده، بصوا كده تمشي كده وبعدين تقوم ماشيه كده اهو، يعني بصوا جايه من هنا تديك احساس ان هي هتبقى ريشه، وبعدين تلاقي الالياف ماشيه مكمله لوحدها. متخيلين انا قصدي ايه يا اولاد؟ العضله دي ها؟ لا والله ما فهمت يا دكتور. يعني بص معايا يا دكتور. نعم تقول ايه يا بنتي؟ ايه تقول تين؟ اه شبه التينة يعني، ماشي خلاص. لا بصوا انتوا عارفين لما يكون حد شعره طويل ويعمل شعره من ورا زي ديل الحصان، انا جمعت الالياف كلها مع بعض في ايدي، الشعر كله بقى في ايدي. هل الشعر ده مش كل خصلة شعر منفصلة في ايدي وقائمة بذاتها، ولا التحموا كلهم مع بعض؟ التحم. لا ما التحموش. لا معلش يعني انتوا برضه عايزين. طب دقيقه واحده يا ولاد كده بصوا، كنا مجمع اسلاك. الله ينور عليك يا بطل، هو كده بالظبط. بصوا كده معايا، لو انا قلت ديت الياف بتاع عضله اهي، وبعدين الاقيها تقوم عامله كده، ودي الالياف بتاع العضله الثانيه اهي، وتقوم عامله كده، والثانيه والثالثه وهكذا. اتجاه الشد بتاعنا ماشي كده اهو. الالياف دي في المنطقه ده هي لما اشوفها مش كانها لو هي كملت كده تبقى ايه يا شباب؟ مش هتبقى كده فيزر لايك؟ وضحت؟ لا هي جت لحد هنا وبعدين راحت ماشيه كده، فبيقولوا ان هي اوبليك بس نوت بنيت. ها وضحت كده؟ اخوانا معايا؟ لا دكتور. اللاين اوف بول يعني اتجاه الشد هو الايه؟ بصوا كده معايا اللي انا هعمله دلوقتي، ركزوا معايا يا اولاد كده. لو الالياف بتاع الخط الاحمر ده اللاين اوف بول، لو الالياف عامله كده اسميها ايه؟ بارلل. بارلل انا برسم بايدي خدوا بالكم، فمش قادر اظبط الكلام يعني. ده بارلل موازيه ليه. طيب لو لقيت الياف عامله كده اسميها ايه دي؟ فيذر. اوبليك اوبليك بس عشان شبكت في اللاين اوف بول ده فبسميها بينيت. طيب نوع تاني بقى اهو جاي كده كده وبعدين يقوم عامل كده في المنطقه دي. في المنطقه دي اوبليك ولا بارلل؟ اوبليك. اوبليك عامل الزاويه هنا اهو، بس جه شبك فيها ولا ما شبكش؟ ما شبكش. فسميته ايه بقى؟ سميته اوبليك بات نوت بالنيت لانه ما شبكش. فالامثله يعني دكتور نعم هي تيجي ميكس بين الاوبليك وال. الله ينور عليك. لو بصيتوا هنا ليها بقى اهو، دي صورها. اول واحده مثلثه الشكل كده، زي المثال بتاع الشعر اللي انا قلت لكم عليه، شعر 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 او كله كده، رحت مجمعهم كلهم مع بعض هنا وما لزقتهمش في بعض، لانهم لو لزقوا في بعض هتبقى دي عامله زي الفيزر. دي شكل الريشه؟ ده شكل ريشه يا شباب؟ ده شكل مش عاطيني شكل ريشه خالص. الالياف جايه كده اوبليك وبعدين جت هنا راحت ماشيه مستقيمه معايا. طب النوع الثاني ده سبايرال، شايفين اللي هو الايه؟ لفه. شايفين الياف لفه كده، فالالياف ديت بقول عليها سبايرال. هنا دي ايه عامله ايه مع بعضها؟ اكس اكس اكس. فاكرين الرباط الصليبي؟
كنا بنقول عليه كروشيت، فالعضله شكلها كروشيت يعني اكس شيب. دي عضله شكلها ايه؟ دائره. حد شاطر يقول لي دي مين دي؟ سيركلر. دي ايه دي؟ ايه اللي هنا؟ عضله العين. ايوه العين. دي العين، دي حوالين العين، دي اللي بتقفل عينيك. اي ربنا خلقها مدوره كده. يبقى هنا الفايبرز ار، ها ار اوبليك لللاين اوف بول بات نوت بينيت، تريانجولر، سبايرال، كروشيت وسيركولر. دكتور معلش بس ايش معنى اوبليك؟ احنا قلنا اوبليك لانها معوجه او مايله على خط الايه الشد بتاعنا. يعني اوبليك يعني مايله. كلمة أوبليك يعني مائلة باللغة العربية. نوع ظريف. نعم. البنيت. بنيت يعني ريشية، شبه الريشة. نوع تاني ظريف قوي بقى. لها كم راس؟ أي؟ دول أو كم راس دول؟ راسين. فنسمناها البايسبس مصري. بايسبس. Two heads. Triceps. تراي يعني ايه؟ ثلاثة. أدا راس ثلاثة وأدا التانية وأدا التالتة أهي. ثلاث رؤوس. أربع رؤوس بتاع الفخذ دي. واحدة هيت، اتنين، ثلاثة، ولما بنشيل دي في واحدة مفروض أبصوا هنا، دي هنا موجودة إنما هنا متشالة. دول ثلاثة وفوقهم ده هي. دي مقطوعة هنا في العضلة هنا. فأربع رؤوس اسمها فور هيدز، بسميها كوادريسبس. دي تتعرف بقى. باي سيبس، كلمة سيبس يعني رأس. باي يعني اتنين. تراي يعني تلاتة. كوادري يعني اربعة. في عضلة سخيفة بقى كده. شايفين العضلة ده اللي معمولة باللون الاخضر ده يا ولاد؟ ايوه. احنا اتفقنا أيوة. العضلة، العضلة في بدايتها بيبقى لونها ايه؟ ابيض. ونهايتها؟ ابيض. بصوا كده العضلة اهي بدايتها بيضة والنهاية بيضة وفي النص لون احمر. العضلة دي غريبة بقى، بدأ بجزء احمر وجزء احمر والحتة اللي في النص هي اللي بيضة. فروحنا مسميينها هنا طلعة. احنا كنا بنقول على الجزء الاحمر ايه يا اولاد؟ كنا بنقول عليه هيد او بيلي. بيلي بيلي كنا بنقول عليها بيلي اهي. كلمة هي العضلة دي عندها تو بيليز، طلعة ببيلي لونها أحمر والبيلي لونها أحمر واللي في النص لونه أبيض اللي هو التندون. فالتندون اللي في النص بنقول عليه انترميديت تندون. ها اسمه ايه التندون؟ انترميديت تندون يعني الوتر اللي في النص. والعضلة دي من العضلات المشهورة، العضلات اللي دايما لها اتنين بيلي دي موجودة في رقبتك في الهيدند نيك، يعني موجودة في الهيدند نيك. اسمها ايه العضلة دي؟ داي جاستريك. داي يعني اتنين. اتنين. خلاص؟ يبقى هنا ده بيلي وبيلي ومتفقين او متقابلين في النص هنا في انترميديت تندون. واضح يا اخواننا الكلام ده؟ يا دكتور ده هنا هذه العضلة. في زميلتك كانت بتتكلم. لا زميلتك كانت بتتكلم الاول، اتفضلي. دكتور هذه العضلة فين الأوريجين حقها والإنسيرشن؟ ده الأوريجين وده الأوريجين والإنسيرشن اللي في النص ده مختلفة عن كل العضلات هاي، صح؟ ايوه. عشان كده عملنا لها تصنيف لوحدها وسمناها مصل ذات هاف او مصلز ذات هاف تو بيلي، تو بيليز. ده أوريجين وده أوريجين. الانسيرشن هيبقى هو الانترميديت تندون. على فكره العضله دي من العضلات، انتوا عارفين لما بتيجوا تتوبم ساعات كده تلاقي تحت الفك في حاجه حصل فيها سبازم اتشنجت، عارفينها دي؟ ايوه. اما تتوب زي على اللزوم كده تلاقي فجاه كده تحت الفك في عضله اتشنجت كده وعملت لك الم، هي العضله دي اللي بتعمل القصه دي. يبقى هنا ده بيلي وده بيلي وفي النص انترميديت تندون. ده الانسيرشن وده أوريجين وده أوريجين. اللي كان بيسأل بعد إذنك تفضل. إيه دكتور ده هنا هذه العضلة شابكة في العظم مباشرة بدون ولا تندن ولا أي شيء ولا لازقة فيه على طول.
بدون تندون. عشان كده احنا حاطينها في حاجه لوحدها يعني تصنيف طيب لحالها. طيب التندون هذه اللي في النص شابك في ايش؟ شابك في عضله ثانيه؟ شابك في عظمه. لا شابك في عظمه. في عظمه هنا في عظمه هنا بس انتم ما تعرفوهاش. في رقبتكم كلكم عظمه صغيره كده طايره كده. العضله هي دي اللي بتنظم عمليه البلع. يعني بلي بلي يعني كتله لحمه حمراء، واحنا قلناها في البدايه اول ما اتكلمنا خالص. تمام يا دكتور. يعني دائما يا دكتور التندون يرتبط بعضله؟ يرتبط بايه؟ بعظمه. لان احنا اتفقنا العضلات دي ايه؟ عضلات ايه؟ سكيليتال اتاتشد تو سكيليتون، ماسكه في عظم، ماسكه في عظام، مفيش واحده منهم مش ماسكه في العظام. طب يا دكتور في الباي هنا في الاطراف جهه الاورجنز او الانسرشن نقدر نقول عليها اوبليك جهه الاطراف اللي هي دي ايه في الاطراف يعني مو نشوف هنا في الحته دي. لا البايسبس دي، البايسبس دي من النوع اللي هو انت عارف اللي هو اللي كنا بنقول عليه في يوزي فورم مغزليه اللي هي كانت زميلك قال منفوخه من النص منتفخه من الحته اللي في النص. تمام شكرا. عفوا دكتور ما عندي سؤال. تفضل. معلش بس اعرف كيف احدد الهيدز اللي موجودين مثلا من اي صوره يعني مثلا او اهو دي كده بص دي كده تلاقيها مقسومه اتنين اهي شايفاهم فكده دول راسين اهو وبعدين بينزلوا تحت يتحدوا مع بعض. العضله دي هنا ادا راس اهي اللي معموله باللون الاخضر وفي راس ثانيه اهي ادا اتنين وفي واحده ثالثه اهي والثلاثه اتحدوا مع بعض في الوتر الابيض ده. هنا دول أدا واحدة اتنين تلاتة متحدين هنا ومفروض في واحدة مغطياهم كمان فكده دي الرؤوس اهي. والبيلي زي ما اتفقنا هنا اللي هي الجزء الأخضر ده لحمة حمراء ومفروض اللحمة حمراء هنا والوتر في النص. يبقى احنا كده لما جينا قسمنا العضلة according للفورم قلنا نمرة واحد عضلات parallel لللاين اوف بول وقسمناها لكوادريلاترال واسترابلايك واسترابلايك واستندينيوس انترسكشن والنوع اللي اسمه الفيوزي فورم والنوع اللي اسمه الرومبويد. بعد كده قلنا نعم معلش قطعتك الحين الكلام اللي في الصوره نحفظه كمان؟ لا احنا اتفقنا على القاعده دي يا جماعه مش كل شويه تسال نفس السؤال بقى. يعني احنا اتفقنا الصور توضيحيه عشان ابين لكم الكلام وافسر لكم الكلام عشان اشرح عليه. النوع الثاني كان ايه؟ المصل ارينجد اوبليك لللاين اوف بول وكانت بنيت. وقلنا كم بنيت بقى؟ يوني بنيت اللي هي نص ريشه، باي بنيت كانت ريشه كامله، وبعد كده قلنا في مالتي بنيت اللي هم باي بنيت متجمعين مع بعض، وقلنا السيركم بنيت اللي عامله زي الفرشه بتاع غسيل الانابيب او غسيل الازايز. بعد كده قلنا لاينز اوبليك لللاين اوف بول بات نوت بنيت. وقلنا بقى اللي كان اسمها الايه اللي هي الترينجولر والكروشيت والسبايرال والسيركولر. وبعدين رحنا عاملين كلاسيفيكيشن رابع حسب الرؤوس بتاعتها بايسبس ترايسبس وادريسبس ورحنا عاملين نوع مختلف كده اللي هو طالع بتو بيلز زي العضله اللي هي لونها اخضر دي. عملنا كلاسيفيكيشن اكوردنج للفورم اكوردنج للاكشن. برايم حد عارف كلمة برايم يعني ايه؟ أولي أو الأساسي. برايم موفر عبارة عن عضلة بتبدأ أي حركة في الجسم، عضلة ذات انيشيت ابارتيكولار موفمنت. يعني أنا الوقت عايز أعمل فليكشن للقلبه، العضلة اللي هتبدأ عملية الفليكشن اسمها برايم موفر من حيث الوظيفة بتاعتها. يبقى هنا التقسيمة حسب الوظيفة بتاع العضلة. برايم موفر مصل ذات انيشيت ابارتيكولار موفمنت. مفهومة يا ولاد الكلمة دي معناها ايه؟ اي حركة هعملها في جسمي العضلة اللي هتبدأ هذه الحركة بقولها تصنيفها وظيفيا انها برايم موفر. في تبدأ تدريجي يا دكتور؟ ولا ها؟ ما تبدا كلها مره واحده ولا تدريجي؟ يعني ايه ما تبدا كلها مره واحده؟ انت تقول العضله اللي تبدا الحركه ما هي كلها تتحرك مره واحده ولا؟
العضلة اللي تتحرك كلها مرة واحدة ولا الجوينت اللي هيتحرك مرة واحدة؟ مش فاهم سؤالك. لا اللي هو التصنيف حسب العضلات. طيب بص يا حبيبي، بص انت عشان تعمل اي وظيفة عندك في الجسم مش عضلة واحدة اللي بتعملها، ده تنسيق رهيب ربنا سبحانه وتعالى خلقه جوه جسمك بين عضلات كتير جدا جدا. يعني مثلا انت عايز هقول لك ايه، مثلا تتني صباعك السبابة عايز بس تعمله فليكشن، عشان تعمل الموضوع ده انت داخل في الموضوع ده اربع عضلات، وضحت؟ الاربع عضلات دول هيمشوا بترتيب معين، انت نمرة واحد، انت نمرة اتنين، انت نمرة تلاتة، انت نمرة اربعة، عشان نؤدي هذه الوظيفة. رقم واحد مش هي اللي هتبدأ الوظيفة، فبسمها برايم موفر. فهمت كده؟ وضحت يا اخوانا؟ طيب انتاجونست يعني ايه؟ خدتوا كلمة انتاجونست دي في الفسيولوجي؟ مضاد. مضاد. يبقى دي عضلة هتضاد الاكشن بتاع البرايم موفر. يعني البرايم موفر عايزة تعمل فليكشن، العضلة التانية عايزة تعمل اكستنشن. وضحت كده؟ وضحت. هذه العضله العضله الانتاجونست، الانتاجونست زي ما زي المثال اللي احنا قلناه، انا عايز اعمل ثني للسبابه، في عضله بتفرد السبابه صح، بتعمل لها اكستنشن تفرد صباعك. العضله اللي بتفرد صباعك لما اصنفها وظيفيا مقارنه بالعضله اللي بتتني الصباع، الاثنين بيعملوا ايه قصاد بعض؟ بيعكسوا الوظيفه بتاعت بعض. واضحه يا جماعه ولا مش واضحه الجمله دي؟ زي الشد يا دكتور يعني. ها؟ لما يجي شد، لما تيجي تشد ايه؟ لما يجي شد يعني يجي شد رجلك ما يمدك تنيها. لا لا، الشد ده حاجه تانية يا حبيبي، الشد ده حاجه العضله نفسها عملت انقباض ومش راضيه تعمل ريلاكسيشن، مش راضيه تعمل انبساط. انما انا يعني ببساطه شديده يا اولاد كده، بص بركزوا معايا كده، لو انت قاعد كده وحبيت تجيب راسك ناحية اليمين، ها، وبعدين هاتها ناحية الشمال، مجموعة العضلات اللي جابت راسك ناحية اليمين ومجموعة العضلات اللي بتجيبها ناحية الشمال بيعملوا ايه في وظيفتهم ايه؟ بيعملوا ايه لبعض؟ ضد بعض. ضد بعض. هي دي انتاجونست، عضلات ضد بعضها. طب عشان كده عضلات اليمين عشان تشتغل لازم عضلات الشمال تعمل ايه يا اولاد؟ ارتخاء. لازم الله ينور عليك، لازم تعمل ارتخاء عشان المجموعه الثانيه تشتغل. طب عايزين نعكس الوظيفه، يبقى بتوع الشمال يعملوا انقباض كونتراكشن وبتوع اليمين يعملوا ارتخاء، وهكذا. جسمك كله شغال بالطريقه دي سينرجيستك. دي مساعده، دي ايه؟ بتساعد. طيب بصوا لدراعكم كده، حط ايدك على كتفك اللي هو المفصل اسمه الشولدر جوينت، وحط وفي قلبه وفي الريست. لما اجي اعمل اي حركه في دراعي خلاص، تلاقي ان الكتف بتاعنا ثابت مكانه. يعني تخيلوا كده ان انتوا عايزين تشتلوا حاجه من على الارض، هتلاقي الكتف ثابت والقلب هو اللي اتنى. متخيلين يا اولاد ولا مش فاهمين انا قصدي ايه؟ شيل القلب. فاهمين القلب اللي هو الكوع، الكوع بتاعنا. اعيد المثال مره واحده يا دكتور اني ضيعت. انا دلوقتي وانا جالس كده اهوت، زي ان انت عايز تشتال شنطه على الارض، لما بتشتالها وترفعها بدراعك مين اللي بيتحرك؟ مش صوابع ايديك هتعمل هتتنى على الحاجه اللي انت هتمسكها، وبعدين هتلاقي المفصل اللي اسمه القلب بيتنى. طب الكتف اخباره ايه؟ ثابت ولا متحرك؟ لا ثابت. بصوا بقى، في عضلات هتعمل الوظيفة بتاعت ان انا امسك بصوابعي واتني القلب، لازم مجموعة عضلات تساعدهم، تقول لهم والله لما تيجوا تعملوا الحركة دي الكتف بتاع هذا الشخص هيقع، لا انا هزبط لكم الكتف عشان تقدروا تقوموا بالوظيفة بتاعتكم. يبقى هم كده ساعدوهم ولا ما ساعدوهمش؟ ساعدوهم. المساعده دي اسمها سينرجيستك.
اسمها سينرجستس المساعدة. عملت ايه هنا في الكتف؟ ثبتته. يبقى ستيدي ستيدي خلاص ثبتت. اند تو اليمينيت وتمحو وشالت الان وونتد موفمنت ان البروكسيمال جوينت اللي هو كان الشولدر في المثال اللي انا قلته. مش انا الشولدر لو سبته ايه اللي هيحصل في الشولدر؟ هيتحرك. طب انا لما يتحرك هؤدي الوظيفة بتاعت الشيل مظبوط ولا هيحصل مشاكل؟ هيحصل مشاكل. فأنا هنا الوقتي لما ثبت الكتف يبقى أنا كده ثبتته ومنعت الـ unwanted movement اللي هي الحركة اللي مش محتاجينها في هذا المفصل عشان العضلات اللي موجودة على المفاصل القلبو والريست والصوابع تشتغل بكفاءة. يبقى هنا تاني ستيدي يعني تدعم وتثبت وتشيل او تمحو اثر الانوونتد موفمنت الحركه اللي انا مش محتاجها اللي بتحصل على البروكسيمال جوينت. واحنا اتفقنا كلمه بروكسيمال يعني القريب من الاصل عشان الديستال جوينت يكونوا الشغل عليهم مظبوط والدنيا تبقى تمام. فمجموعه العضلات اللي هتثبت الكتف بقول عليها سينرجيستيك، ساعدت مجموعة العضلات اللي هتحرك الصوابع ومجموعة اللي هتحرك القلب. واضح يا اخوانا دي كده؟ فيكسيتورز دي برضو زي ها بتثبت بتساعد الاخت اللي اسمها البرايم موفر برضو بس على طريق انها بتثبت لها الاوريجين بتاعها وبالتالي تقدر تشتغل بكفاءة اكتر. يعني برضو عضلة هاجي على الأوريجين بتاعها الآه تقوم هي جاية راحة مثبتاه. مش احنا اتفقنا ان الأوريجين هو المنطقة الأكثر ثباتا؟ فلما ثبته زيادة فسميت العضلات دي فيكسيتورز. طيب آخر حاجة أكشن أوف بارادوكس يعني معناها العضلات اللي بتشتغل ضد اتجاه الجاذبية الأرضية زي عضلات ظهركو كده. هو المفروض ان الجاذبية الأرضية تعمل ايه في جسمي؟ ها تعمل ايه في الجسم؟ تخليني نايم على الارض. هتخليني نايم على الارض ازاي انا منتصب القامه كده؟ فربنا سبحانه وتعالى خلق لي عضلات بتشتغل عكس اتجاه الجاذبيه الارضيه يعني عكس الطبيعه. عشان كده بنسميها اكشن اوف بارادوكس. اكشن اوف بارادوكس يعني اكشن عكس الطبيعه. فهنا المسلز ذات اكت اجينست ذا فورس اوف ذا جرافيتي. انتوا عارفين زي مثلا مثال بسيط يا اولاد العضلات اللي رفع الفك بتاعنا. الفك بتاعنا ده بينزل وبيطلع اللي هو الفك السفلي. لما ينزل يبقى هو مع اتجاه الجاذبية الارضية ما عندوش مشكلة، انما مشكلته انه ايه؟ يطلع لفوق. واضح كده؟ فالعضلات بتاعة الفك بترفع الفك لفوق اجينست الجرافيتي. ولذلك الانسان لما بيموت ايه اللي بيحصل للفك؟ يطير ينزل لتحت. ولذلك من ضمن الحاجات اللي احنا بنعملها بعد ما حد يموت ان احنا بنربط له الفك السفلي في الرأس بمنديل او باي حاجة بحيث انه يظل ها مغلق. لان دي المرحلة الاولى مرحلة ارتخاء العضلات لان الانسان مات. المرحلة اللي بعدها مرحلة تيبس. فانا لو سبته والفك مفتوح هيبقى شكل البني ادم سيء للغاية ومخيف جدا جدا جدا. فمن رحمة ربنا بينا ان احنا حتى في الموت بنقفل ايه الفك ده. This is according to the action يا اولاد. Prime mover, antagonist, synergist, fixator, action of paradox. دكتور عندي سؤال. سؤال دحين الثالث والرابع ايش الفرق بيناتهم دحين؟ fixator والتالت. حلو قوي خليك معي. بص للصورة دي. العضلة اللي اسمها البايسبس دي في عضلة هنا اسمها البراكيال الصغيرة كده. العضلة دي هي اللي بتبدأ الفليكشن. طالما بتبدأ الفليكشن يبقى اسمها يا شباب برايم موفر. طيب عكسها واحدة هي في دراعك من ورا اسمها تراي. الترايسبس دي بتعاكس بتعمل اكستنشن. هي اللي بتفرد ايدك. يعني ده الالبو. ده مفصل الالبو اللي هو الكوع. فالتراي علاقتها ايه بالعضلة اللي قدام دي اللي هي البرايم موفر؟ ضدها. سميتها انتاغونيست. انتاغونيست دي مفهومة كده؟
في اي سؤال؟ طب تعالى هنا بقى بص معايا. العضله دي اللي هي ده اهي بتاع الكتف دي بتاع الكتف ده بتيجي تثبت المفصل ده اهو. هتعمل ايه في المفصل ده؟ هتثبته عشان العضله اللي هي ده اهي اللي هي دي هنا في الصوره دي لما تيجي تشتغل تشتغل بكفاءه. وضحت كده؟ البهوات اللي بيروح الجيم ويمسكوا الدمبل، لو انت عمال تمسك الدمبل وعمال انت مفروض في الدمبل ديت وانت ماسكها انت بتشتغل على المفصل ده عشان تكبر العضله اللي هنا. لو انا عمال احرك المفصل اللي فوق ده ايه اللي هيحصل للقوه؟ القوه هتضيع مني ومش هيحصل حاجه. فالعضله اللي اسمها السينرجيستك دي هتثبت العضله هنا عشان الاكشن يبقى مظبوط بالنسبه لي. واضح يا اخوانا؟ طيب هقول لكم على حاجه. يعني الحين البرايمري هذا هو يبدا التفاعل. ايوه يبدا التفاعل، حلو، يبدا الحركه. واللي ضد هذا التراي. طيب الانتاجونست اللي ضده. طب وين اللي يثبت غير اللي هنا مش باينه في دي يا حبيبي؟ بص بقى اوصل الفرق ما بين خلينا اقولها لكم بمثال تاني. شايفين العظمه دي اللي اسمها ايه؟ دي الاسكابيولا. الاسكابيولا دي طالع منها اربع عضلات بتحيط بالمفصل اللي هو الكتف ده. اول ما تيجي تعمل اي حركه بدراعك العضلات دي كلها بتتشد بحيث ان هي تثبت المفصل ده. يبقى هي وظيفتها بتعمل ايه في المفصل؟ تثبته عشان كل العضلات اللي في دراعك هنا كلها تشتغل. فدي بسمها فيكسيتور. واضحه كده يا اولاد؟ دي فيها مشكله. سيبكم من الصوره دي، انا بديكم مثال تاني خالص اهو. ان مجموعه عضلات هنا كلها بتثبت الكتف. تثبيت الكتف عشان كل العضلات اللي موجوده في الارم وفي الفور ارم والهاند تشتغل بكفاءه. فدي بسميها فيكسيتور. اظن اسمها كلمه فيكس يعني ايه؟ يثبت. واضح كده؟ مثبت. طيب يا دكتور. ايوه. سينرجيستك شو تسوي؟ ايوه خلينا بقى انت بس خليك معايا الاول في الكلام. اللي احنا قلناهم دول مفهومين؟ معايا يا اخوانا؟ ايوه فاهمهم؟ ايوه. نخش بقى الاكشن اوف بارادوكس ضد اتجاه الجاذبيه الارضيه مفهومه متهيألي. فاضل واحده بس هي اللي فيها مشكله. مفهوم. اللي هي اسمها السينرجيستك. ماشي؟ كل واحد فيكم هو قاعد على المكتب كده يمسك قلم في ايده. القلم ده انت ماسكه بايه دلوقتي؟ بالاصابع. اصابعي. انا عايزه في قبضه ايدكم، انا عايزه في قبضه الايد يا اولاد، يعني يتحط جوه قبضه ايدي واقفل عليه بكل الصوابع والابهام كده. ها؟ واضح كده؟ ايوه. طيب أيوة. ركزوا معايا في اللي هقوله بقى. العضلات اللي بتتني الاصابع دي هي هياها بتتني المفصل اللي اسمه الريست. اتنوا الريست كده اللي هو بين الفور ارم والهاند، اتنوه كده يا اولاد. لما جيتوا تتنوه ايه اللي حصل؟ انفتحت الاصابع. فلكشن بالفور ارم. في الم صح؟ شد. صح. لو حاولت ان انا اظل مستمر في قبضه الايد هلاقي فيه الم. ايه اللي يشيل الالم ده؟ ان انا افتح الصوابع صح كده؟ او ان انا اعمل ايه في الريست؟ ارجع طبيعي. اعملوا اكستنشن للريست كده. لما عملته فردته الريست ايه اللي حصل في صوابع الايدين؟ ده ازدادت قوه. وضحت انا قصدي ايه ولا مش فاهميني؟ المفصل ده يا ولاد اللي اسمه الريست، المفصل ده عارفين ده؟ العضلات اللي بتعمل ركزوا بقى معايا كده، اللي بتعمل فليكشن للصوابع بتعمل فليكشن للريست ده. بس انا لما عملت فليكشن للريست وفليكشن للصوابع ايه اللي حصل يا شباب؟ كان في ايه؟ الم. ايه بقى؟ الالم ده نتيجه ان في حركه اسمها unwanted movement. وضحت كده؟ ركزوا معايا لسه ما كملتش الكلام، يعني الجمله واضحه لحد دلوقتي؟
عشان اشيل الان وونتد موفمنت في مجموعه عضلات هنا اهو في ظهر الايد هنا. دي بتعمل اكستنشن لمين؟ للريست. فروحت عامل ايه للريست؟ اكستنشن. اول ما عملت اكستنشن للريست ايه اللي حصل لصوابعي؟ حصل لها فليكشن قوي جدا. طيب اللي بيعمل صوابعي وبيتنيها اسمها فليكسورز، واللي عملت اكستنشن للريست اسمها اكستنسورز. دول بالعقل كده، دول كان انهي كلاسيفيكيشن كنا مسمينهم ايه؟ اللي بيعملوا عكس بعض، اللي بيعملوا عكس بعض كنا مسمينهم. طلعتم؟ كنا بنقول عليهم، بنقول عليهم انتاجونست، مسمينهم ايه؟ انتاجونست. بس هم هنا دلوقتي الفليكشن للريست في المثال اللي انا قلته كان مضايقني وعامل لي الم، فراحوا الجماعه بتوع الفليكسور دول استدعوا الاكستنسور وقالوا لهم بعد اذنكم شيلوا لنا الان وونتد اكشن الا وهو الفليكشن للريست واعملوا لي اكستنشن. فاول ما عملت اكستنشن العضلات بقت كلها مرتاحه. يبقى السينرجيستيك مجموعة عضلات المفروض ان هما ضد بعض، صح؟ بس هيساعدوا بعض. هيساعدوا بعض ليه؟ عشان يزيلوا اللي هو إليمينيت الان وونتد اكشن. وضحت كده يا اخوانا؟ فهمت كده اكتر؟ وضحت. اي وضحت. بس كده خلاص. الكلاسيفيكيشن الاخراني اللي هو بتشتغل على كم مفصل؟ عضله بتشتغل على مفصل واحد بسميها يوني ارتيكولار، على مفصلين باي، على اكتر من مفصل، من مفصلين بسميها مالتي ارتيك. كده انا خلصت المحاضره، لو في اي اسئله اتفضل. دكتور في سؤال على العضلات اللي هي تكون فيها ميلان ما هي بارلل، في اللي تشبه الريشه وفي الثانيه اللي ما تشبه. ايوه والثانيه لا تشبه الريشه، هو ده الكلاسيفيكيشن زي ما انت قلت. كده ايوه. في اللي لا تشبه الريشه دي في عضله انت قلت انه ما هي متصله في بعض بس انها زي الشعر كذا جنب بعض، هل هي هذه العضله الوحيده اللي زي كذا ولا كمان باقي العضلات اللي مذكوره كامثله؟ كلهم كده برضه، يعني هم كلهم ماشيين اللاين اوف بول اللي هو اتجاه الشد ده بالاول معوجين اوبليك عليه ولكن مش متصلين بيه، مش عاملين ريشه، فعشان كده سميتهم نوت بالنيت. اما اللي قبلها متصلين، الباقيين كانوا متصلين زي الريشه بالظبط. ايه دكتور عندي سؤال. اتفضل حبيبي. من شروط البنيت انه يكون متصل. لازم يكون متصل. لازم. يعطيك العافيه. ايه تاني يا شباب؟ دكتور مو بس متصل، المايل ومتصل يا دكتور صح؟ نعم. شرط انه يكون مايل ومتصل مو بس متصل صح؟ ما هو مايل ومتصل. لا لا بص عند بيج رامي اهو شايف عامله ازاي؟ كم واحده؟ 1 2 3 1 2 3 دول 6 باكس اهو. بعض الناس عندهم بيبقى في واحده زياده هنا اهو فبتلاقيهم 8 باكس، بتلاقيهم 8 مش 6 فحسب كل شخص يعني. دكتور إيه دكتور شباب السلايد كم؟ نعم السلايد كم نبدا نذاكر منه؟ ما احنا اتفقنا الجزء الاولاني نجيب الاستعدادات من الاول كده اللي هو في الاول ده طبعا ده الاسم بتاعي وبعدين ده كلها ما ايه مفيش وده كلمه مايولوجي بس تعرفها ان هو العلم اللي هو القائم بدراسه العضلات وبعد كده الفانكشن دي كلها كده معلومات عامه من اول هنا بقى من اول سلايد دي رقم 9 من اول سلايد 9 نبدا نذاكر 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 وبعدين هنا السكيليتال ماسل دي معانا دي معانا اتاتشمنت من اول هنا بقى اللي هو السلايد رقم 19 و20 و21 19 و20 و21 قراءه فقط نقراهم بس
والباقي كله يتذكر بقى تمام، كله يتحفظ بقى. طيب دكتور معلش عندي سؤال، الحين السكيلت المسل وكمان معدل الكارديك مسل كل انواع المسل دائما ما تكون متصله مع بعض، تكون جنب بعض لازقه صح؟ اه ايوه، بس هو الكارديك مسل اللي هي الوحيده اللي هي اليافها اللي هي اللي متصله ببعضها عشان تنقبض، لان انت عضلات دراعك او عضلات رجلك يعني مثلا يعني لو العضله اللي اسمها البايسبس دي اللي هي بتاعه الدراع دي فيها 1000 الياف عضليه، الألف دول تلاقي منهم 500 ينقبضوا وال500 التانيين مريحين، وبعد ال500 ينقبضوا يقولوا لل500 المريحين انتوا تشتغلوا واحنا نريح. يعني بيعملوا ايه مع بعض؟ تبادل في الوظيفة مع بعض، ما بيشتغلوش كلهم مرة واحدة، انما عضلة القلب بتشتغل كلها مرة واحدة، واضح كده؟ ولذلك لو عضلة القلب توقفت او ريحت ايه اللي هيحصل؟ الانسان هيموت. انما عضلات جسمك بيريحوا مع بعض بحيث ان ما يبقاش فيه ارهاق في جسمك. دكتور عندي سؤال. اتفضلي. الكلاسيفيكيشن اكوردنج تو اكشن، ايش الفرق بين 4 فيكسيتر والثلاثه اللي فوقها؟ ما 3 اللي هي السينرجيستك، المثال اللي احنا قلناه بتاع ايدينا لما مسكنا الالم في ايدينا، عضلات المفروض انها بتضاد بعض بس هيشتغلوا مع بعض في بعض المواقف بحيث ان هم يعملوا elimination للunwanted action، يشيلوا الوظيفة اللي حصلت انا مش محتاجها وعملها لي مشاكل، ده synergistic. انما الفيكسيتور بيثبتوا المفصل، زي مجموعة عضلات بتثبت مفصل الكتف عشان احرك الدراع بتاعي. تمام؟ تمام تكرار بالله. نعم بجيب لك اي سؤال من الحاجات دي. ما احنا اتفقنا مش عايزين امثله، اللي هي الاسماء التانية من غير امثله. دكتور بس لا 19 الشيب اللي هو ديليتويز والتراب ديليتويد والترابيزيوس. ديليتويد يعني مثلث، ديليتويد مثلث شير باين. ايه واضح. العضله ده بتبقى مثلثه لما ببص عليها من الجنب كده بلاقيها مثلثه بالشكل. الترابيزس اللي هي دهي دي لو بصيت على ظهره من ورا هلاقي حاجه شبه المنحرف كده، عضله كبيره زي شبه المنحرف فحسب شكلها بس. دكتور سلايد 27 بالله. قول ايه اللي فيه. فيها المثال اللي كنه الأولى اللي هي تراكيلير، هذه ما أعرف أنطقها والله. تراينجولر يعني مثلثة، عضلة مثلثة زي العضلة ده. يبص كده العضلة دي، العضلة اللي في صدره ده، شايف أي عضلة أي جاية كده 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 أهي وجاية كده، شايف شكلها من الناحية الهندسية إيه؟ مثلثة الشكل كده. الياف جايه من هنا ومن هنا، اللاين اوف بول اتجاه الشد اهو كده، بيبقى ماشي كده، بتلاقي الالياف دي ماشيه معوجه او اوبليك مائله على اللاين اوف بول ده بس ما وصلتش لشكل الريشه، فدي من العضلات المثلثه في جسمنا اهي. معلش يا دكتور بس انا اقصد الفورم اللي من ناحيه الفورم. ايوه يا ابني، ما هو الفورم، ما هي دي من ضمن الفورم ان هي اوبليك لللاين اوف بول بات نوت بالنيت، مايلة بس مش عاملة ريشة. ولا انت عايز اسم العضلة اللي اسمها تيمبوراليس يعني؟ احنا قلنا المثال مش عايزه. لا 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 انا اقصد الحين الريشة ما تكون الاشارة كذا عمودية على طول، يعني تكون نفس الخط. نفس الخط ازاي؟ لا شايف اللي احنا كنا عاملينها دي؟ دي كده اللي هي الريشه اهي كده مايله، واللون الاحمر ده خط الشد فمايله وعامله زي الريشه، انما الثانيه دي اخبارها ايه مع خط الشد؟ مايله بس جت التحمت معاه ولا جت كملت كده؟ كملت كده اهو، فدي بقول عليها اوبليك بات نوت بالنيت،
انما دي بقول عليها اوبليك وبنيت، ده معناها كده يعني الريشه هو تجي على نفس ال تجي على نفس الخط، والاوبليك بتنت بنيت هي على طول كده. فين الريشه اهي؟ ده الخط اهو اللي هو خط الشد ده، شايف الالياف عامله ازاي؟ الالياف إيه؟ عامله ايه في خط الشد؟ متصله معاه ولا منفصله؟ متصله معاه، فدي ريشه اهو تمام. فبتلاقي حتى هنا بص ادي خط الشد اهو، الالياف متصله عليه بس من ناحيه واحده بس، والناحيه الثانيه ما فيش حاجه، فقلنا دي نص ريشه ودي ريشه كامله وهكذا. انما دي اهي شايف اتجاه الشد كده اهو كده، تلاقي ان الالياف مش متصله معاه، يعني بتفضل الالياف جايه هنا كده معوجه وبعدين تكمل موازيه ليه هنا، جاية من هنا معوجة كده وبعدين تكمل موازية ليه، ما بتتصلش معاه، فده السبب في القصة دي. الله يعطيك العافية دكتور. الله يعافيكم جميعا يا شباب. أي سؤال تاني يا شباب؟ يلا بالتوفيق إن شاء الله.